عن الأزمة القطرية. الأهرام مؤتمر لندن في إطار الاهتمام الإقليمي والدولي بالأزمة والتي تسبب فيها النظام القطري وما نتج عنها من توترات في المنطقة وتداعيات اقتصادية وسياسية في الخليج والشرق الأوسط والعالم. يأتي انعقاد المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة البريطانية لندن في 14 سبتمبر الحالي لبحث الأزمة القطرية من جميع جوانبها بالتعاون مع الحلفاء الخليجيين، وكذلك بحث مستقبل الدولة القطرية في ضوء هذه الأزمة وما سببته من توتر. يكتسب مؤتمر لندن أهميته من عدة جوانب، أولها أنه بيمثل فرصة لتوجيه نداء للدوحة لإجراء الإصلاحات اللازمة والابتعاد عن دعمها للإرهاب وجماعاته وتغيير سياستها التي أدت إلى كل هذا التوتر في المنطقة، خاصة وأن بريطانيا تربطها مع قطر علاقات اقتصادية كبيرة بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية الضخمة في بريطانيا. كما يمثل المؤتمر فرصة للتعرف على رأي المعارضة القطرية والإصلاحيين القطريين في ظل عدم سماح النظام القطري لهؤلاء المعارضين والإصلاحيين بإبداء آرائهم أو التحدث عن سياستها ونشاطاتها في المنطقة. على الرغم من مرور أكثر من 3 شهور حتى الآن على اندلاع هذه الأزمة، إلا أن الدوحة لا تزال تصر على شق الصف العربي والخروج عن الإجماع العالمي بتجريم الإرهاب وتمويله، وتواصل دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة وإيواء تنظيماتها وأفرادها على الرغم كل المحاولات والجهود المبذولة لإثنائها عن ذلك، سواء كانت الجهود الإقليمية أو الدولية.